فالنبي ذكر هذا الحديث، قال بعثت أنا وأبو بكر كفرسي رهان عم نتسابق سوا بالفضائل وبالأخلاق، ما سباق الرجلين أو سباق الخيل، سباق الفضائل والأخلاق والصفاء، تقرب إلى الله، عدم وجود الحقد في القلب، عدم وجود التأثر في النفس، أي من صفات النبوة، من صفات من أراد أن يكون من ورساء النبوة، تكون نفسه طاهرة وقلبه نقي وواسع الحلم عظيم الخلق. فإنك عمان السابق، فسابقني فسبقته فاتبعني، لما عرف انه انا سبقته للنبوة مشي معي، ولو سبقني لاتبعته، انه على هالكمال ما في، على هالفضائل ما في، لذلك صار سباق بيني وبينه بهالكمال، فانا سبقته باختصاص الهي، لكن لو هو سبقني كنت انا كمان بمشي معه. هذا معنى من معاني انك اذا علمت من تفضل الله عليه فكن له صاحبا وخادما لتدرك مما عنده. اما اذا علمت من تفضل الله عليه وانعم الله عليه ثم تركت، فانت الذي حرمت فضل الله في الدنيا وكرم الله في الاخره. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان دائما مع رسول الله، ما عاد فارق النبي لا في ليل ولا في نهار. في ليله كان إذا أغمض عينيه رأى رسول الله معه. سيدنا أبو بكر الصديق بلغ في حال الحب للنبي عليه الصلاة والسلام أن النبي ما غاب عن سيدنا أبي بكر لا في فتح عين ولا في غمضها، إن أغمض يشوف النبي وانفتح دام النبي. هذا الحب يعني بده يجعل الإنسان من أهل الصدق، وهذا كل واحد بيحسن عليه، ما واحد يقول والله أنا ما بيطلع بإيدي، لا كل واحد بيحسن عليها. هذا الاستعداد منك لما بتحب الحب الصادق بصير محبوبك خياله ما بفارقك لا في ليل ولا في نهار، فسواء كنت في طعام في شراب في منام في سفر، دائما دائما ترى من تحب أنه معك. هاي علامة من علامات الحب، وكل ما زاد الحب أكثر كل ما بتاخذ من خصال محبوبك أكثر، حتى تسري فيك صفات محبوبك كلها، فبتاخذ منه الظاهر وبتاخذ منه الباطن، بتاخذ منه السر وبتاخذ منه المظهر، فما بيغيب عنك. لذلك كان سيدنا ابو بكر كان اذا اتى بعض الاعراب ظنه رسول الله، كان يوقف قدامه يقول له السلام عليك يا رسول الله، قال له لست برسول الله، هذا رسول الله، فكان يشتبه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن سيدنا أبو بكر كان نحيف، كان نحيف شوي، النبي كان وجهه ممتلئ، لكن صار الشبه واحدا. هذا الحب. ابن عباس رضي الله عنه يقول كنت إذا نظرت في المرآة رأيت وجه رسول الله. عم يطلع بالمرايه، مين عم يطلع؟ ابن عباس. لكن شو عم يشوف؟ شاف صورة النبي، ما شاف صورته. هيك الحب. يلي واقف مواجه المرايه مين؟ ابن عباس. فشلون عم يشوف صورة النبي؟ يعني فني عن وجوده بمحبوبه. هكذا يكون الحب. فإذا أحب صدق بهالحب تسري له الصفة، تسري له صفة محبوبه وامداد محبوبه فيوضاته تجلياته، فكل ما يمر على قلب المحب المحبوب بيجي الى قلب المحب، فهذا بدون تكلف.
ما بدنا تكلف. تكون انت في بيتك بتحس بالفتح، بتحس بالعطاء، بتحس بالامداد. يعني مالي طالب، ما طالب، ينزل على قلب من تحب فاصابك به رباط قلبك به. وهذا نادر من هلا بهالزمان، نادر يكون الاخ يصل هيك الا اذا صدق. عند الصدق يحقق هذه المنزلة حتى يكون من اهل القرب ومن اهل العطاء.